هناخد الشرائح اللي انت اتكلمت عليها 7 على 40 و8 و10 و12، الناس اللي هي بتابعه معاك اللي شغاله معاك. تمام سيادتك. 7 على 40 الاول، صفحه 47 لو سمحت. انا بس هنا، انا طبعا يا بهاء مش كلامي معاك مش الهدف منه يعني ده لصالح الناس اللي بتتفرج علينا، لصالح الناس اللي بتتفرج علينا، الناس اللي هي المصريين البساط خالص. عشان نوضح الكلام كتير هنا بيتم، ويمكن يكون مناسب ان هم لما نيجي نقول لهم على مشروع زي ده ونقول ليه احنا يعني خلينا مسار العمل فيه بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي، مع الوضع في الاعتبار ان يمكن زي ما بهاء اتكلم عن ان القطاع الخاص ومشاركته معانا، وانا بقول تاني القطاع الخاص مهم جدا جدا جدا، لان هو ادارته للمشاريع اداره متقدمه جدا وناجحه جدا، وكفاءه الاداء الحقيقه بتبقى محل اعتبار في اي عمل هم بيقوموا بيه. وبالتالي احنا في جزء احنا بنقوم بيه كدوله، ويمكن ده النقطه المهمه الاولانيه اللي انا عايز اتكلم فيها. بس انا عايز اقول لكم على حاجه هنا قبل ما اتكلم، ليه انا بقول للقطاع الخاص احنا تصدينا كده، يعني ليه تصدينا للمشروع ده؟ يعني هديكم مثال بسيط جدا جدا. لما جينا نتكلم على الاراضي اللي موجوده هنا ديت، وان احنا نجهزها عشان تبقى تنتج في مجال الزراعه، انا بتكلم على زراعه تقليديه خالص، يعني مش بتكلم ابدا لا حتى على زراعات تكلفتها غاليه، لا انا بتكلم زراعه ميه وكده. فكانت البدايه خالص في الجزء اللي هو يمكن مظلل باللون الازرق ده، وده كان على الميه الجوفيه. وهنا قابلنا تحدي ان الميه ديت السيطره عليها وعلى الاستخدام ما يكونش استخدام جائر، وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم معانا اكبر وقت ممكن للانتاج الزراعي. وانا هنا بتكلم على الميه بقى، وبقول لبهاء وبقول لكل اللي بيسمعني من المستثمرين، كله بيناقش القضية في إطار إن المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده أمر يعني طبيعي وموضوعي يمكن. لكن أنا عايز أقول للي بيسمعني، المية عندنا في مصر مش متوفرة بالبساطة ديت، ولو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية، إحنا محتاجين إن نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعه تتطور جدا، وحتى التقاوي البذور المستخدمه تتطور جدا. يعني ايه؟ يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد ميه صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده، انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي الميه زي ميه الشرب صحيح، ولكن نسبه الملوحه فيها بهاء عاليه ستة. بتبقى عاليه شويه، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن المية دي تخدمها زي مية النيل أو زي مية الأبار اللي ملوحتها مناسبة، لا بيبقى في عندي محددات في استخدام هذه المية في زراعات محددة. لكن هل وزارة الزراعة والباحثين ممكن يشتغلوا معانا ويحلوا لنا جزء؟ أكيد.